طبعا هو يعني لم يرتكب جريمة إزراء الأديان بالمعنى القانوني للتعريف اللي بيقال عليه، لكن كله اكتشف إنه هناك شتائم جاي له، فاضطر إنه يمسح الاشتراك ويمسح اللايك. لكن كان هناك منشورات نزلت في قرية أخرى غير المحاميد بحري تطالب بالهيجان على كرولوس وعلى عائلته وطردها وإن كان حرق بيوتهم والكلام ده. طبعا حالة كرولوس وحالة عائلته يعني دون تحت مستوى الفقر طبعا. طبعا يوم الخميس صباحا أذن في النيابة بعد ما هو سلم نفسه الأربع بالليل طلب الشرطة استجوبوه طبعا، ويوم الخميس قدم قدم في النيابة فرمانت وتم التحقيق معاه بدون محامي، وهذا في مخالف لكل الأعراف اللي في الدنيا التي تشترط وجود محامي مع المتهم. طبعا تم تحديد 4 أيام على اعتبار يوم الأحد 1/6 هيكون عرضه تاني على القاضي، احتمال أن يخرج عنه أو يعطى براءة، لكن فوجئنا أنه تقدم محاكمة عاجلة، محاكمة عاجلة لكي يضغط لايك. ماذا عن الآخرين اللي يضعون رجل على رجل في التلفزيون، وإسهالا من الفتاوي واحتقارا من المسيحيين؟ يعني من الغريب أن يتم ولا أحد يقرب عليهم، شيء غريب فعلا يعني، ولا حد يهتم بالإصدار. عشرات ومئات الكنائس حرقت، وعشرات الأقباط قتلوا، وعشرات من المنابر دعت لمحوهم ولا مسح كراهيتهم ولا ازدراءهم وكراهيتهم، ولم يتكلم أي أحد عن أنه يرفع مسيحي قضية ازدراء عليهم. لماذا لايك في مدينة في قرية أو في يعني مش قرية، أقل من قرية، بس لايك في قرية غير معروفة في مركز أرمنتيا كان قليلين يعرفوه، في محافظة نائية زي الأقصر بعيدة، لماذا الهيجان وكأنه ارتكب جنايه؟ من الذي نشر الفتنة؟ من داس لايك ولا من أبلغ الدنيا كلها دي؟ شيء غريب أن يكون الازدراء موجه في اتجاه سهم واحد هو الدين الإسلامي السني، أما ما عدا شيعة بهائيين أقباط كل ده لا أحد يراهم ولا يسمع بهم. هذه ليست دولة مواطنة، هذه دولة طائفية بامتياز. عندما يقول المواطن هم متساوون في حقوق الواجبات ولا فرق بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللين أو الدون أو العقيدة أو كل ده، نجد هذه المادة محقوطة للبرواز. طبعا لم يقتصر العمل على كرولس فقط، انما كمان تم الاعتداء على اهل القرية. طبعا كان في يوم الاثنين الساعة 2:30 فجرا تم تكسير المحول وتنزيل المفتاح، وابتدأوا حرقوا محلين نجارة وحرقوا برضو محل ملابس ومحل توك توك في المحاميد جبلي، يعني هم محاميد بحري ودول محاميد جبلي، يعني الشرطة تمكنت من حراسة المكان ده فهم عملوا الناحية الثانية. يوم الأربع اللي فات حرقوا برضو جرنين قمح، بالرغم من انه كثير من الناس عقلاء تدخلوا، بالرغم من قالوا احنا ما عندناش تعصب ما عندناش مش عارفين، برضو اغلقوا كل مدارس الاحد. طبعا كان قضية ديميانة هي اللي شجعت الكل ان كل واحد يعمل قضية ازدراء ديان، وعارف ان اللي هيتهم حتى لو كان بريء انه هيحبس وبهدل ويعرضه بحكم عجلة وقدامنا سنين حتى نسبة البراءة، وده شيء غريب جدا ان يحدث في الاقصى طائف. شيء غريب فعلا ان يتم ازدراء اديان في اتجاه واحد فقط. متى ينتهي قانون ازدراء الاديان